بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده بقى هنعمل مع بعض وصفة خطيرة انطلبت مني كتير، في ناس حبايبي قالوا لي ان انا اعملها لهم، فالنهارده هنعملها مع بعض عشان خاطرهم هم. هنعمل مع بعض البيتزا المصرية بقى، البيتزا بالتكات المصرية بتاعتنا احنا، بكل سهولة وبكل بساطة. مش عايزاكي كل لما تيجي سيرة البيتزا تقولي لا ده وشها ياما، لا ده انا مش هعملها، لا مفيش الكلام ده خالص. ان شاء الله هنعملها النهاردة بكل سهولة مع بعض، ومكونات بسيطة خالص. يكون معايا نص كيلو من الدقيق، كوباية كبيرة من اللبن، معلقة كبيرة من الخميرة البيرة او كيس من الخميرة الفورية الموجود والمتوفر عندك، معلقة كبيرة من السكر، معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة من البيكنج باودر، وهيكون معايا كمان معلقتين كبار من الزيت، وكوباية مية كده مش مليانة هنزود بيها. يعني هو تقريبا نص كيلو، كل مرة في المعجنات اما بنشتغل بيها بياخد معايا كوباية ونص، كوباية وربع في الحدود دي. فان شاء الله هنشوف كده وهقول لكم هو استخدم معايا قدين، احتاجت قدين يعني في من المية. دي بتاعنا يكون للمعجنات، خاص بالمعجنات عشان يطلعها لي هشة وحلوة وجميلة. طبعا تقدري تستبدلي اللبن بزبادي لو متوفر عندك. المهم يا حبايبي قبل ما نستخدم اللبن ده في العجن نكون اصلا غاليينه قبل كده ويكون جاهز، عشان خاطر نكون ان احنا قاتلين اي بكتيريا او اي حاجة تكون فيه. نبدأ كده ونقول بسم الله ونحط المكونات بتاعتنا. حابة انك تبوشيها مفيش مشكلة، حابة انك تضيفيها زي ما هي كده عادي. بسم الله، هقلبها كلها ببعضها كده، انزل بكوباية اللبن بتاعتي ونقول بسم الله. طريقة العجن على فكرة سهلة خالص، مش عايزاك تستصعب الموضوع. هي التكات المهمة اللي في البيتزا انك لازم تسيبيها تخمر، لازم تخمر كتير وتقعد وقت كتير، ولها مراحل ياما هنشوفها ان شاء الله مع بعض مرحلة مرحلة كده. هبدأ ازود بالمية، هنضيف الزيت الاخر، احط كده اهو حوالي من ربع كوبايه ميه اهو، واقلبها. هنزل كده وهعجن بايديا، اسرح شويه. ما انتوا شايفين كده، هدوب كل الدقيق بتاعي منها. هعجنها كويس لحد ما اضيع كل الدقيق منها، وبعد كده هحط الزيت. انا كده استخدمت كوبايه وربع من الميه. اسفه على الاصوات دي، بقى عند طفله صغيره كده فهي ايه واقفه قبال بتاعي. حوالي من معلقتين كده من الزيت، شايفين معلقتين كبار كده من الزيت. هضيع بقى كل الزيت ده وهعجنها حلو كده 10 دقائق كمان، ووريها لكم في النهايه عامله ازاي عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده. وده شكل العجينة بتاعتي بعد ما خلصتها عجن، ما شاء الله انا عجنتها حوالي من 10 دقايق، خدت معايا كوباية وربع من المية، قصدي كوباية لبن وربع كوباية من المية. طبعا على حسب الدقيق اللي عندك، ممكن يحتاج اكتر من كده او اقل من كده. طيب العوامل اللي بتنجح البيتزا معايا ان العجينة تخمر كويس في كل المراحل اللي احنا هنشتغلها مع بعض دلوقتي. فاحنا دلوقتي هنسيب العجينة ساعة ونص ونغطيها كويس لحد ما تخمر، يمكن تقرب تملى للطبق اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي. بالنسبة للعجينة انا عايزاها طرية، ما تكونش جامدة، وفي نفس الوقت ما تكونش بتلزق في ايديا، يعني طرية وما بتلزقش في ايديا في نفس الوقت. يلا بقى نعمل ايه الصلصة بتاعتنا اللي هنحطها على البيتزا. على ما البيتزا بتاعتنا تخمر كده براحتها نجهز بقية المكونات بتاعتنا. يلا بينا بقى نعمل الايه الصلصة بتاعتنا بتاعت البيتزا. طيب انا معايا بصلايه صغيره، معلقه من السمنه، معايا معلقه صغيره من الملح، نص معلقه كمون، نص معلقه بابريكا، نص معلقه من الفلفل الاسمر، نص معلقه من القرفه، نص معلقه من الثوم البودر، وكوبايه من عصير الطماطم. عصير الطماطم ده انا عصرته وصفيته من القشر والبذور والحاجات دي كلها، ومعايا كمان طاسه دلوقتي انا حطاها على النار تدفى شويه عشان هشتغل بيها. دي المكونات بتاعت الصلصه بتاعتنا. طيب الصلصه لها طرق كتير، ادي اول طريقه منهم والمفضله عندي، انا بعمل البيتزا على طول ودي افضل طريقه جربتها ولقيتها حلوه، مديها طعم حلو وشكل حلو كمان. طيب الطريقه التانيه ممكن نجيب صلصه جاهزه من الدكان،
نحط معلقة زبدة أو سمنة أو زيت، أي حاجة اللي عندك، ونحطها على النار ونضيفها معلقة الصلصة ونحط عليها شوية سكر وشوية ملح وخلاص. أدي طريقة. الطريقة التانية نفس اللي أنا عملته ده بس بالثوم، أدي كمان طريقة. يبقى هي الطرق كتير، فالطريقة اللي تعجبك واللي تريحك والطعم اللي انت حباه تقدري تعمليه. ممكن برضو تعصري الطماطم وتحطيها برضو في معلقة زيت وتحط عليها معلقة سكر ومعلقة من الملح وخلاص على كده، ودي برضو طريقة من الطرق. فالطرق كتير، فاحنا هنشتغل بالطريقة دي النهاردة وجربيها وان شاء الله هتعجبك. نقول بسم الله ونحط كده الايه معلقة السمنة، تقدري تستبدليها بالزيت مفيش مشكلة. انا يعني مع فكرة ان السمنة بتطعم الحاجة، بحب السمنة لان هي بتطعم اي اكل طبعا تتحط فيه. تقدر تحطي زيت الزيتون لو متوفر عندك في العجينة وفي الصلصة مفيش مشكلة. البصلية بتاعتي هدبلها خليها تصفر خالص، وبعد كده هحط عليها الطماطم وهحط عليها التوابل بتاعتي لحد ما تبقى سميكة معايا خالص ولونها يبقى احمر خالص. انا مش عايزة فيها اي مية خالص. الطماطم دي انا عصرها بدون نقطة مية واحدة حتى في الخلاط بس كده. طبعا بتكون طماطم طيبة يعني لينة شوية علشان خاطر ايه تبقى سهلة في التطيب معايا. طيب انا هدبل البصل واصفرها خالص وهرجع لكم تاني وانا بحط الطماطم والتوابل بتاعتي عشان تشوفوها بس مطولش الفيديو عليكم. شايفين كده اللون؟ انا مش عايزاها تغمق عشان ما تغمقليش الصلصه بتاعه البيتزا بتاعتي. انا عايزه لونها كده يبقى فاتح وحلو. شايفين؟ مش عايزه البصلايه تغمق. هنزل بالطماطم بسم الله وبالتوابل بتاعتي كلها. حط بقيه التوابل، هقلبها كده حلو وههدي عليها بقى واسيبها كده لما تتقل خالص، ما تبقى تقيله خالص معايا، وهوريها لكم تاني لما تتقل معايا. هنغطي عليها بقى كده على نار متوسطه كده ونسيب. وكده صلصه البيتزا بتاعتي جهزت اهي. شايفين كده؟ خلاص كده اطفي عليها بقى كده جهزت كده. خلاص انا خلصتها، احطها في الطبق بتاعي عشان نشوفها مع باقي المكونات اللي هنستخدمها في البيتزا. ودي العجينه بتاعتي، حبيت اوريها لكم. شايفين ما شاء الله؟ انا جبتها فريحه كده على البوتاجاز عشان اوريها لكم. اهي خمرت خالص اهيت. همسكها دلوقتي اكورها دلوقتي كره كده ونحطها ونغطي عليها 10 دقائق، وتعالوا نشوف بقيه المكونات بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها في البيتزا. ودي المكونات بتاعتي اللي هستخدمها في البيتزا اللي هكمل بيها البيتزا بتاعتي. دي الصلصه اهيت اللي عملناها سوا مع بعض. وده صدر فرخه كده محترم جبته وعصقته بالبصل والفلفل والكزبره، وان شاء الله هنزل لكم فيديو ليه انا عملته ازاي عشان تقدري تعمليه بكل سهوله. وفلفل الوان حلقات، وزيتون مقطع كده دواير مخلي، وجبنه رومي وجبنه موتزاريلا. دي المكونات بتاعتي اللي انا هستخدمها ان شاء الله باذن الله لحشو البيتزا. طبعا تقدري تحطي التونه، تقدري تعمليها بالبط بدل الفراخ، تقدري تعمليها باللحمه المفرومه الجزاري، تقدري تعمليها بس كده بالخضار، تعمليها بالبيض. البيتزا انواعها كتير خالص، النوع اللي انت تحبيه واللي يريحك تقدري تعمليه. طيب احنا النهارده هنعملها زي ما قلت لكم كده بالفراخ. نشوف العجينه بتاعتنا، انا كورتها اهي، عملتها كره كده وحطيتها على تحت منها دقيق، وهغطي عليها كمان 10 دقائق كده واسيبها 10 دقائق لحد ما ترتفح تاني. واكون مجهزه الصاج بتاعي ودهناه ماده دهنيه، وهبدا افردها ونشوف بقيه الخطوات مع بعض ان شاء الله. وده شكل البيتزا بتاعتي بعد ما سبتها ارتاحت كمان 10 دقائق. هبدا افردها بقى على الرخامه بتاعتي، اكون مسحاها كويس ومنظفاها وابدا افردها. اعوز ايديا بس كده من الزيت، اكون مجهزه برضو صاج معايا ودهناه زيت. اعوز ايديا كده وابدا اشتغل. هفردها كده زي ما انتم شايفين. ايديا كده الاثنين. لحد ما اخلي السمك بتاعها كويس يعني. ادي كده انا حطيتها في الصاج اهو، وطبعا زي ما قلت لكم دهناها سمنه
كده وافرد بقى. انا حبيت افردها معاكم عشان تقدري تطلعي العجينه مظبوطه. سميها كده، شايفين؟ شايفين ما شاء الله. اسوي تاني كمان كده الحروف، مش عايزه الحروف تبقى تخينه. هي كده سمكها بقى حلو كويس، يعني نص كيلو عامل لي بيتزايه كده وسط حلو اهي ما شاء الله اهو. هي كده كويسه اهي، سمكها كده كويس اهوت، شايفين؟ هي كده كويسه حلوه خالص اهي. كده انا فردتها كويس اهو زي ما انتم شايفين كده. هبدا بقى بالشوكه بتاعتي كده وامسكها نغسها عشان الصلصه بتاعتي، العجينه بتاعتي تشرب من الصلصه وتشرب من المكونات بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين كده. على السريع كده تنغز على السريع كده ماشي. هبدا بقى احط الصلصه بتاعتي، اجيب معلقه بسم الله وانزل الصلصه تنها كده بيها. طبعا بعد ما نخلص فرد الحاجه دي ندخلها الفرن على طول، هنسيبها كمان 10 دقايق صيف، في الشتاء هنسيبها ربع ساعه بعد ما نحط عليها كل تشرب من المكونات اللي احنا حاطينها عليها، في نفس الوقت تكون هشته ارتفعت كمان شويه معانا بعد ما حطينا عليها الايه المكونات بتاعتها. خلاص كده الصلصه بتاعتي اهي، احلى بيتزا نظيفه كده ومعموله في البيت اهو. فاضل عندي كمان شويه كده هنزلهم كلهم. تشتريها من بره بالحجم ده يعني عايزه مبلغ وقدر، لا مش هتكلف علينا حاجه، احنا كده كده عندنا الجبن في البيت وعندنا الزيتون بنجيبه وكل حاجه موجوده عندنا كده. خلاص هبدا انزل باللحمه المفرومه بتاعتي اهي كده بالمعلقه، ما نخليهاش تيجي عند الحروف قوي. دي صدور فراخ يا جماعه، طبعا لما بنربي الفراخ عندنا في البيت بنستخدم الوراك بتاعتها في شوي او في اي حاجه تانية زي ما احنا شفنا قبل كده. انا قلت لكم ان انا عين الصدور هستخدمها، استخدمتها النهارده، طلعت صدر كده استخدمته في البيتزا، حطه كده في النص، والله طعمها تحفه. ان شاء الله هنزل لكم الفيديو بتاعها. خلاص تمام كده ابدا احط الفلفل الالوان، اوزعه كده طبعا عليها كلها، احط الفلفل الاخضر برضه هوزعه، تقطيع كبير تقطيع صغير زي ما انت عايزه، لو عندك فلفل كمان غير ده كمان حابه تزوديه زودي. نحط الزيتون نوزعه برضو كده، طبعا الزيتون يا جماعه اللي ما بيحبوش مفيش مشكله ما يحطهوش، ما بيحبش اي حاجه من اللي احنا حاطينها دي مفيش مشكله ما يحطهاش، اعمليها زي ما انت بتحبيها، الفكره معاكي هي تظبطي انت. هنحط الجبنه الرومي بسم الله كده. خلاص الجبنه البيتزا بتاعتي جاهزه، هولع الفرن بتاعي على نار متوسطه كده يسخن معايا ماشي، على ما هي ترتفع كمان 10 دقايق كده وتشرب من التتبيله بتاعتي. هنسيبها بقى ترتاح شويه كده زي ما قلت لكم هي جاهزه كده. هنولع الفرن بتاعنا دلوقتي يسخن ونرجع نحطها كده. فاضل معايا الجبنه الموتزاريلا بس انا ما حطيتهاش، هحطها لما ادخل الصينيه بتاعت البيتزا بتاعتي كده تتشمح شويه في الفرن الطيب يعني ربع طياب كده، وبعد كده احط الجبنه الموتزاريلا، وهقول لكم ليه انا ما حطيتهاش دلوقتي، فتابعوني لاخر الفيديو
وانا ما حطيتهاش ليه. يلا بينا عشان نودي الايه البيتزا بتاعتنا الفرن. انا سخنت الفرن بتاعه، انا مش شايفه كويس ولا بصور من الشمس وكده. سخنت الفرن اهو، ادخلت البيتزا بتاعتي اهو على درجه نار كده متوسطه، مش عارفه باينه معاكم ولا لا، انا مش شايفه كويس. متوسطه من جوه من تحت ومن فوق، تشمع ونحط عليها الايه ونحط عليها الجبن. هتشمع بس واوريها لكم تاني. هي كده شمعت معايا اهي زي ما انتم شايفين كده. هبدا احط الجبنه بتاعتي فرن كده. النص برضو كده. يا رب تكون الصورة واضحة كويس. نحاول كده واحنا بنحط نخلي الفلفل يبان منه قطح كده عشان يديني لون حلو. كده انا خلصت الجبنه بتاعتي كلها اهي زي ما انتم شايفين. هدخلها الفرن تاني اهي، هوريها لكم بقى ان شاء الله بعد ما تطيب وتطلع، هصورها لكم تاني ان شاء الله. وده الشكل النهائي كده بعد ما طلعتها من الفرن زي ما انتم شايفين. هنقطعها بقى كده مع بعض في القطعه كده، دي بتاعت القراقيش، بتقطع بها البيتزا عادي. قطعها بقى قطع زي ما انت عايزه، نطلعها كده مع بعض. بسم الله عشان اوريها لكم. هي سخنه بس شويه، انا لسه مطلعاها حالا من الفرن. شايفين كده الجبنه عماله بتشد. هجيب معلقه بس كده اشيلها عليها. بسم الله. ده شكلها، شايفين ما شاء الله، شايفين ما شاء الله، شايفين السمك بتاعها، شايفين السمك بتاعها حلو ازاي، ماهوش طف. وده شكل البيتزا بتاعتي بعد ما قطعتها ما شاء الله، بالهنا والشفاء يا رب للي هياكلها. اتمنى ان الوصفه تكون عجبتكم. طب انا قلت لكم ما نحطوش الجبنه الموتزاريلا مع باقي المكونات ونخليها للاخر على ما العجينه تشمح شويه. انا عملت كده عشان تفضل الجبنه طريه وتفضل حلوه وما تنشفش، ولما تيجي تقطعها تشد معاكي بالطريقه وبالشكل اللي انتوا شفتوه ده. ما شاء الله وصفه حلوه جدا ومفيده جدا، تقدري تعمليها في اي وقت. اتمنى ان الوصفه تكون عجبتكم. متنسونيش في الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.